خلص حمينا نخش في القوي. انا تعبت خلاص. لا تعبت بدني، انا بدي اقول لك اسئله. بالتاكيد كابتن فراس وجود الوالد في مجلس اداره نادي الوحدات بشكل ضغط كبير عليك، ونشوف الجماهير يمكن كثير انت بتواجه مشاكل في هذا الموضوع. احكي لي كيف تتعامل مع هذا الموضوع وايش الضغط اللي بيشكله عليك هذا الشيء. يعني زي ما انت حكيت بوضع ضغط، ولكن اللاعب الكبير هو بيقدر يتخطى هاي الشغلات. والدي هو عضو إدارة بالنادي، ما إله بالأمور الفنية يعني. بس أكيد بتحس كابتن إنه أنت مظلوم في هذا الجانب، يعني كابتن فراس شلباي مش في الوحدات، شوفه في لما كان مع الجزيرة، شوفه مع المنتخب الوطني موجود. فموضوع إنه موجود الوالد في مجلس إدارة الوحدات يعني بحسه إشي ظالم إليك يمكن شوي في هذا. بالعكس يعني بسبب إشي من الضغط على اللاعب، ولكن أنا يعني بقدر أتخطى هاي الشغلات، لأنه زي ما حكيت لك أنا مش لاعب صغير حالياً. لاعب كبير ومريت بهاي الظروف من بداية مسيرتي في نادي الوحدات، حتى طلعت من ورا هاي الشغلة من نادي الوحدات، رحت على الجزيرة لعبت 3 سنين ورجعت بمطالبة جماهير الوحدات يعني. بس الرجعة كانت يعني أقوى. بالتأكيد يعني أنا بشكر جماهير الوحدات، هي الداعم الرئيسي إلي يعني. زي لما أنا طلعت من نادي الوحدات بسبب الضغوطات، هي طلبت إنه فراس الباي يرجع لنادي الوحدات، والحمد لله أنا رجعت وقاعد بقدم يعني مجهود كبير، مش برأيي أنا، برأي الناس المحللين والناس اللي بتفهم فوتبول واللاعبين القدامى. صحيح، نتمنى لك التوفيق كابتن وما شاء الله عنك. الله يسلمك. سؤال عند كابتن مهند أبو طه، أنت الآن نجم في نادي الوحدات ويعني والأمال كبيرة عليك وفي عمر صغير، يعني أنت تطلع من الفئة تتلاقي حالك بالفريق الأول وأساسي ونجم الفريق، أكيد بشكل ضغط عليك. نادي الوحدات عارفين جماهيريته الكبيرة، كيف تتعامل مع هذا الضغط وأنه أنت مطالب تفوز الفريق دائما في هذا العمر؟ أول شيء أنا كلاعب في نادي الوحدات من الفئات العمرية متعودين على الضغط، حتى بالفئات في عليك ضغط، ما دام انت لاعب بنادي الوحدات في عليك ضغط كل شيء، بس بالفريق الاول بزيد عليك الضغط للأمانة يعني بزيد. يعني انا طلعت على الفريق الاول بعمر صغير، انا كلاعب صغير كان عندي طموح، والحمد لله لهسه عندي الطموح اني اوصل لسه بزيادة. السؤال الثاني عند كابتن فراس، لانه خسر، خذ التجربة احترافية في الدوري الفلسطيني كان لها تأثير إيجابي وعملت يعني مستوى مميز هناك، احكي لي أكثر عن تجربتك في فلسطين. يعني كانت تجربة كثير ممتازة، هي مش فترة طويلة، كانت شهرين بسبب توقف الدوري الأردني، يعني أنا حبيت أني أطلع. بوجه تحية لشباب مركز بلاطة يعني، الله يعينهم بالأوضاع اللي هم بيعانوا فيها قاعدين حاليا، ظروف التنقل من مباراة لمباراة كنا نعاني فيها بشكل كبير. وإن شاء الله الأمور هاي كلها بتعدي وبرجع الدوري الفلسطيني بستمر، وأنا يعني بحاول قد ما أقدر إني أساعد فريق إن شاء الله، يعني إن كنت بالوحدات أو فريق ثاني. بالتأكيد هدفي إني أكون بالملعب، يعني أسجل بصمة، إني أصنع هدف يا أسجل أساعد الفريق في أي مباراة إن شاء الله.